قريبا جدا سيتم انطلاق المرحلة الثانية من ABN Digital 3 بتسعة قنوات جديدة مضافة حديثا. خمسة قنوات باللغة العربية هي المسحة الروحية، العابرين، أضواء على العراق، نور العالم، وقناة للأطفال. هذا بالإضافة إلى أربعة قنوات باللغة الإنجليزية هي Wake Up America، World Religions، Human Rights، Songs of Worship. وأيضاً أكيد بث متعددة حديثة. عزيزي المشاهد، تستطيع أن تشاهد جميع هذه القنوات على الأجهزة التالية: كرومكاست أندرويد، كرومكاست iOS، كرومكاست ويندوز، أندرويد سمارتفون، أندرويد تابلتس، أندرويد تي في بوكسز، وأيضاً iOS App مثل آيفون، آيباد، آيباد تاتش. أيضاً جميع قنوات ديجيتال 3 في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية متاحة على أجهزة روكو ستيك أو روكو بوكسز باللغتين العربية والإنجليزية. إذا كنت تقتني أحد أجهزة التلفزيون الحديثة المنتشرة والشائعة سمارت تي في، يمكنك بالتالي تحميل أب الآرامية مباشرة على أحد هذه الأجهزة. عزيزي المشاهد، لا تتردد أن تتصل بنا إذا كان لديك أي سؤال بخصوص منافذ البث أو كيفية مشاهدتها.